بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، أسعد الله أوقاتكم. أقدم لكم اليوم المحاضرة رقم 21 من السلسلة المصورة لمادة Algorithms Design and Analysis، والتي سنستكمل فيها بإذن الله موضوع الجرافز. وسنتناول في هذه المحاضرة بالذات الجراف ترافيرسال. راجيا المتابعة والاهتمام، متمنيا لكم جميعا كل التوفيق. هلا ماذا نعني عندما نقول جراف ترافيرسال؟ ترافيرسال معناها سيرشنج، يعني أنا بدي أبحث في الجراف. طبعا عملية البحث هي عبارة عن إيجاد باث between two vertices. فلاحظ الآن إحنا كاتبين هنا the problem find a path between two nodes أو two vertices of the graph. الآن في عندنا two algorithms مشهورين جدا في عمليات الجراف traversal. واحد يسمى depth first search والآخر يسمى breadth first search. والآن راح نتناولهم واحد واحد ونشوف كيف بيشتغلوا وناخذ مثال على كل واحد فيهم. الآن نبدأ بال depth first search. What is the idea behind depth first search؟ يعني ما هي الفكرة اللي بيشتغل فيها depth first search؟ طبعا depth معناها في اللغة العربية عمق، يعني هو الآن هو طبعا blind search، هذا بنسميه احنا algorithm أعمى. يعني هو الآن راح نرسم له مسار وهو سيسير بهذا المسار. فالآن بقول لك travel as far as you can down a path، انتقل أو تحرك أو سافر as far as you can down a path، يعني ظلك ماشي في الباث لحد ما بتوصل لشيء بنسميه dead node. ف back up as little as possible when you reach a dead node. بس تصل لعند الديد نود بدك ترجع الآن للخلف شوي علشان تجد مسار آخر أو مكان آخر تمر منه. طبعا الديد نود هي نوعين: next vertex has been visited أو there is no next vertex. يعني الآن هذا النود يسمى ديد إذا كان هذا النود ليس له next vertex أو The next vertex has been visited. بالحالة هاي هذا يسمى ال vertex يسمى dead. ولا راح نشوف بس نأخذ الأمثلة راح نوضح ماذا نعني عندما نقول dead node أو dead vertex. الآن ال depth first search can be implemented efficiently using a stack. يعني الآن ال depth first search لو بدي أعملها برمجة وأعملها implementation، فمعناها الآن بدي أستخدم بشغلي الستاك. طبعا الـ depth first search ممكن يعني نشتغل فيها مع الـ directed والـ undirected graphs، ممكن مع الـ weighted والـ unweighted. يعني هاي أنواع الـ graphs اللي ممكن نطبق عليها الـ depth first search. لاحظ الآن هون، يعني هاي عبارة عن تري، والتري هي special case من الـ graph. هلا أنا بدينا من هون، يعني افترض انا بدي انتقل لهون اصلا. هلا في الديبث فيرست سيرش ما في اني اجي مباشره هيك مباشره هيك، لا بدي امشي بالطريقه هاي. ادخل في اول باث هذا من هون، بعدين في عندنا نيكست فيرتكس نيكست فيرتكس. الان هاي الفيرتكس او هذا النود بنسميه ديد. لماذا ديد؟ لانه ليس له نيكست فيرتكس. فرجع ليتل باك شوي، رجع للبيرنت ونزل لهون وكمل مشى في هذا المسار لحد ما بده يوصل للمكان اللي بدنا اياه. هذا يسمى depth first search. النوع الاخر اللي هو المقابل لهذا يسمى breadth، بيشتغل ليفل باي ليفل وراح نرى بعد قليل. الآن الالجوريثم للديبث فيرست سيرش، هذا الالجوريثم بسيط يعني
انا مش رايح ادخل بتفاصيله لاني راح اطبقه من خلال الاكزامبل، بس لاحظ في البدايه في الانبوت بتكون الجراف معمولها ريبرزنتيشن تمثيل، مستخدم هنا اللينك ليست. طبعا ليش اللينك ليست مش الماتريكس؟ لان اللينك ليست بتاخذ تايم اقل، فمثلها باللينك ليست اللي هو ادسنسي ليست، واعطانا الفيرتكس اللي بدي ابدا فيها. فعمل انيشاليز للستاك، وعمل الان فيزيت مارك اند بوش في اللي بدينا فيها الان، وبعدين وايل ستاك از نون امتي، يعني هذا لوب راح يبقى عامل وشغال لحين انه الستاك يصبح امتي، عندها اتوقف. طبعا while there is unmarked vertex w adjacent to stack do. الان يعني اذا راح نلقى adjacent vertex راح نعمل له بوش ونعطيه انه visited، وفي النهايه اذا ما لقيناش بنعمل بوب والى اخره لحد ما يصبح الستاك empty. الآن في السلايد اللاحق الآن أو قبل السلايد اللاحق الآن، الكومبلكسيتي هذا مهم إن الطالب يعرفه، حتى في الامتحان بيجي عليه أسئلة كم التايم كومبلكسيتي لمين؟ للدبث فيرست سيرش ألجوريثم. طبعا او كابيتال سايز اوف في زائد سايز اوف اي. ارجع الى شابتر او محاضرة الجراف ريبريزنتيشن وشوف كيف جبنا هذا الكلام. طبعا لو الدبث فير سيرش كانت تمثيلها مش ادسنس ليست، كانت ماتريكس، لو كانت ماتريكس بتكون هنا او اوف في تربيع. اذا خلني هاي اكتب لك اياها، آسف. إذن هون هذا الجواب، لأن الجراف مثلت بالأدسنسي ليست. لو كانت أدسنسي ماتريكس طبعا، والطالب اللي مش عارف الكلام هذا لازم يرجع للمحاضرة السابقة حتى يفهم ماذا أقول. ماتريكس سيكون الآن الجواب هو O of V تربيع، أو إذا بدك بالرموز العادية O of N تربيع، وهذا O of N زائد M. فالآن عزيزي الطالب، كي نقوم بفهم الألغوريثم الذي قرأناه قبل قليل في الشاشة السابقة، سنقوم الآن بدراسة مثال متكامل على هذا الموضوع، وهذا المثال مهم، وتركيزك في الامتحان على مثل هذه الأسئلة. يقول السؤال: apply the depth first search algorithm to the following graph. طبق ال depth first search algorithm على الجراف اللي أمامنا هاي، with أو starting with vertex D. يعني بدنا نبدأ الآن من ال D. عارفين عندما نقول graph traversal معناها بدنا إحنا نجد الباث between vertex والآخرين. الآن لاحظ هنا، لاحظ هلا بالنسبة لنا في السؤال اللي قرأناه قبل قليل، ال V هي الآن أعطيناها قيمة ال D اللي هي بدنا نبدأ من ال vertex D، وهذه الجراف. فالآن نود أن نبدأ من ال D من هنا، ونشوف الآن الباث بين الدي وبين باقي الـ vertices اللي في الرسمة.
يعني بين الدي والاف، بين الدي والسي، بين الدي والجي، بين الدي والاي، والدي والبي، إلهم كلياتهم. طبعا وانا بشتغل بقول الان determine the discover time اللي هو بنسميه الستارت تايم، والفينش تايم فور ايتش فيرتكس. اذا الان كل فيرتكس موجود في الجراف يجب ان نقوم بحساب وقتين له، وقت بنسميه discover time او start time، والاخر يسمى finish time. هلا لاحظ ملاحظة، انا بتعامل مع ستاك، هذا هكذا الستاك. هذا الستاك في تو اوبريشنز اللي هم الان البوش وفي عندي البوب. طبعا البوش بيضيف في الستاك، والبوب يقوم بالمسح من الستاك. هلا بأي لحظة تجري عليها عملية بوش للفيرتكس في الستاك، تقوم بإعطاء هذا الفيرتكس ستارت تايم. وفي اللحظة التي تقوم فيها عمل بوب للفيرتكس من الستاك، تقوم بإعطاء هذا الفيرتكس فينيش تايم. إذن الآن أعزائي الطلبة، الستارت تايم والفينيش تايم مربوطين بتو اوبريشنز اوف ذا ستاك. الستارت تايم مربوط بالبوش، والفينيش تايم مربوط بالبوب. الستارت تايم له اسم آخر بنسميه ديسكفر تايم. بحكي لي الآن always visit adjacent nodes in alphabetical order. يعني أنا الآن من الدي هون، الدي، هلا من الدي ممكن أنتقل للسي، ممكن أنتقل للأف، ممكن أنتقل للإي. يعني معاي الآن 3 choices إني أنتقل من الدي. فيقول لي الآن هنا، ونتعود حتى في الامتحانات والأسئلة حتى نوحد إجاباتنا، دائما اشتغل alphabetical order، يعني اعطي الأولوية لترتيب الأبجدي. يعني الدي تذهب إلى السي أو الأف أو الإي، أختار من؟ سأختار السي حسب الترتيب الألفابيتيكال أوردر. وبس أخلص راح أنتقل للإي، وبس أخلص راح أنتقل للإف حسب الترتيب الألفابيتيكال أوردر في اللغة الإنجليزية. الآن سنقوم بحل المثال هذا من A to Z، ونقوم بتفسير كل شيء تم ذكره. الآن هذا الجراف كما ترى، وبالسؤال طلب مني أبدأ من الستارت فيرتكس دي. هلا مش شرط دائما أبدأ من دي، حسب السؤال بقول لي أبدأ منين. هلا ممكن أنا في الامتحان أقول لك أبدأ من اتش، أبدأ من اف، أو يعني المهم أنا هذا بهذا السؤال كان الطلب إنك تبدأ من دي. أنا الآن أول شيء بحاجة يكون عندي ستاك، هذا الستاك اللي بدي أشتغل فيه، وبحاجة يكون في عندي تيبل ذكرت فيه جميع الفيرتيسيز كلياتهم، وعملت عمودين، عمود يسمى discover time أو start time، وعمود يسمى finish time. إذا عبينا كل القيم هاي اللي هون والستاك أصبح empty، بنكون احنا أنهينا الـ depth first search. الآن لاحظ معي العمل. الآن بدأنا من الـ من الدي، هذه الدي هي اللي بدأنا منها. الآن مباشرة نقوم بعمل بوش إلها في الستاك، هاي الدي. وكما ذكرنا، عندما نقوم بعمل بوش للفيرتكس بنعطيه ستارت تايم، ونبدأ من تايم رقم واحد. طبعا التايم هو عبارة عن أرقام الانتجرز، واحد اثنين ثلاث اللي هم السيكونشال نمبرز، واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة ستة سبعة إلى حتى نخلص في النهاية. إذن الآن احنا بدأنا من الدي، حطينا عليها صح، دخلناها في الستاك، عملنا لها بوش، أعطيناها الآن ستارت تايم واحد.
ما بعطيها فينش تايم، بعملها بعطيها فينش تايم في اللحظه اللي بعملها بوب من الستاك. الان من الدي، من الدي معاي ثلاث خيارات، اما اذهب الى سي او اذهب الى اف او اذهب الى اي. وحكينا قبل قليل راح نتبع الالفابيتيكال اوردر في عمليه الترافيرسال، فالان راح نختار السي، فراح نختارها الان سي، هاي صح اخترناها، راح اعملها بوش في الستاك واعطيها رقم 2 السي. اذا في اللحظه اللي عملنا بوش للسي اعطيناها رقم 2. هلا الان نحن موجودين في موجودون في السي. هلا من السي، من السي الى اين يمكن ان انطلق؟ ما في نهائيا. فالان السي، الان السي في اللحظه هذه تسمى ديد فيرتكس او ديد نود. لماذا؟ لانه ما فيش لها نيكست فيرتكس، يعني من السي لا يمكن اني انطلق، يعني الاوت ديجري تاعها زيرو، ما اقدرش انطلق من السي الى اي مكان اخر. طيب شو الحل الان؟ ما دام الان ديد نود، لازم اعمل لها بوب من الستاك، اعملها بوب من الستاك. والان ساقوم بحذفها من الستاك هكذا، والان ساقوم باعطاء السي فينيش تايم 3. لماذا؟ لانه نفذنا على سي عمليه بوب، حذف من الستاك، فنعطيها رقم 3. طبعا حكينا الارقام تصاعديه، يعني بدينا من 1 فالرقم اللي بعديه حيكون 2 اللي بعديه 3، سواء كان ستارت تايم او كان فينيش تايم. فالان الان عدنا الى الدي، عدنا الى الدي، هذه الدي. الان من الدي الى اين يمكن ان انطلق؟ طبعا السي خلاص انتهت، فيزيتد انتهت. الان بقي معي من الدي يمكن ان انطلق للاف او الاي، وهذول بعدهم ان فيزيتد. طيب اختار الاف ولا الاي؟ اتفقنا حسب الالفابيتيكال اوردر رايح اختار الاي، اخترتها الان. شوف كيف هاي صح، بضيفها على ستاك هاي اي، وما دام ضفتها على ستاك بعطيها الان ديسكفر تايم او ستارت تايم هاي الاي. والان الدور على رقم 4. إذا الأرقام هاي اللي بضيفها هون هي أرقام تصاعدية تبدأ من 1، فآخر رقم اشتغلناه كان 3، فالآن الرقم اللي بعديه يكون 4. الآن من الإي، من الإي إلى أين يمكن أن أذهب؟ يمكن أن أذهب إلى الجي. طبعا دائما تذهب إلى نود not visited unmarked، يعني بعدها ما زرناهاش وما عليهاش الصح هذا. فالآن سأنتقل إلى الجي وأضع عليها صح، وتضاف على الستاك ويعطى لها ستارت تايم قيمته 5. الآن من الجي أين يمكن أن أذهب؟ طبعا عدي ممنوع لأنها visited، معيش مك خيار الا مين، الا الاتش. فالان نختار الاتش ونقوم، اذا اخترناها الان نقوم باضافتها الى الستاك، وتعطى الان ستارت تايم، اخر رقم كان 5، الان تعطى رقم 6. العملية هاي راح ظني شغال فيها إلى أن يصبح الستاك إمبتي ويتعب معاي هذا الجدول. الآن من الأتش أين يمكن أن أذهب؟ معاي خيارين، إما الأي أو البي، لكن حسب ما اتفقنا سنستخدم الألفابيتيكال أوردر، فالأولوية الآن إلى الأي، إذن هذا صح.
والآن تضاف الستاك، آسف، تضاف الإيه، بعملها بوش في الستاك، و أنا الواحد هذه لدي وليس للإيه أصلا، آسف، لازم أنا هنا لأن الواحد بدأ فيها هاي الواحد. الآن الإيه راح تكون 7، إنه آخر شيء استخدمناه هو 6. الآن من الإيه أين يمكن أن أذهب؟ فليس هناك خيار إلا البي، فالآن نضيف هنا البي، عملنا لها بوش، والآن نعطيها ستارت تايم رقم 8. الآن من البي إلى أين يمكن أن أذهب؟ لا يوجد، إذن البي الآن أصبحت ديد فيرتكس. فالآن نقوم بحذف البي من الستاك باللحظة اللي تصبح الفيرتكس ديد، يعني ما اقدرش انتقل، يعني ليس لها نيكست، او النيكست تاعها كان فيزيتد، بنسميها ديد نود. والآن نقوم بإعطاء البي الآن الفينش تايم اللي هو رقم 9. الآن نعود إلى الاي، هذه الاي، هل يمكن من الاي أن أقوم بزيارة فيرتكس أصلا غير مزارة؟ الجواب لا، لأن البي أصلا تم زيارتها وانتهينا منها. فالآن الاي تصبح ديد اند، ديد فيرتكس. لماذا؟ لأنه النكست فيرتكس تاعها أصلا ماركت أو فيزيتد. فالآن نقوم بحذف الاي من الستاك، ونقوم بإعطائها فينيش تايم اللي هو وصلنا 9، فراح يكون الآن الرقم 10. الآن نعود لمن؟ لأتش، هل يمكن من أتش أن أنتقل إلى فيرتكس جديدة لم تزر؟ الجواب لا، إذن الأتش الآن تصبح ديد فيرتكس، ونقوم بحذفها من الستاك، ونقوم الآن بإعطائها الفينش تايم اللي عملنا لها بوب. الفينش تايم عند الاتش راح يكون 11، آخر شيء 10، فالآن 11. الآن نعود إلى الستاك، وصلنا عند الجي، هل يمكن من الجي أن أنتقل إلى نيو فيرتكس unvisited؟ الجواب لا، فالآن الجي تصبح ديد فيرتكس، بنعملها بوب من الستاك، ونقوم بإعطائها الآن الفينش تايم اللي هو قيمته 12. الآن نعود إلى الإي، هل يمكن من الإي أن أنطلق إلى نيو فيرتكس unvisited؟ الجواب لا، فالآن الإي تسمى ديد فيرتكس، ونقوم الآن بعملية حذفها من الستاك عن طريق البوب، هاي حذفناها. والآن نقوم بعد ما حذفنا، نقوم بإعطائها الفينش تايم للإي اللي هو 13. الآن نعود لمن؟ إلى الدي، هذه الدي، هل يمكن الآن أن أنطلق من الدي إلى نيو فيرتكس unvisited؟ نعم، في عند الأف بعدها لم تزر نهائيا، هي بعدها فاضية. فالآن نقوم الآن بالانتقال من الدي إلى الأف، نضع صح هنا، ونضيف الأف في الستاك، نعملها بوش، ونعطيها الآن ستارت تايم، كانت آخر قيمة استعملناها 13، إذن الآن الدور على رقم 14. الآن نحن الآن في الأف، الآن هل يمكن من الأف أن أنتقل أو أعمل traveling إلى a new vertex unvisited؟ طبعا ما فيش عندي غير السي، والسي أصلا هي أصلا visited، جاهز انتهت يعني. فالآن الأف تصبح الآن ديد vertex، ونقوم بعملية بوب لها من الستاك، ونقوم الآن بإعطائها الفينش تايم اللي هو قيمته 15.
الآن عدنا إلى الدي. الآن هل يمكن من الدي أن أنطلق إلى أي نيو فيرتكس؟ طبعا ما فيش لأنه كله تم زيارته. فالآن نقوم بعملية بوب للدي من الستاك. الآن أصبحت الستاك امتي. نقوم الآن بإعطاء الدي الفينش تايم اللي هو 16. هيك بكون الآن انتهى تطبيقنا للدبث فيرست سيرش. والآن في النهاية الآن بدنا نشوف الآن الفيزيتد نود اوردر اللي هم الآن هذول الفيرتيسيز كيف زرناهم بأي ترتيب. طبعا بهمك الآن بهمك في الشغل الجواب على السؤال هذا اللي هو give the visited node order انك بتيجي على discover time وبترتب الفيرتيسيز حسب الديسكفر تايم يعني من الاقل الى الاعلى. الفينش تايم هذا راح نستخدمه في المحاضره القادمه على موضوع التوبولوجيكال سورت. فاحنا اليوم فقط استخرجناه ولن نستخدمه. الان سنستخدم الديسكفر تايم او الستارت تايم. الآن كي أجيب على هذا السؤال، أول فيرتكس زرناها اللي هي الدي واحد. الآن مين عندي اثنين اللي هي سي ثلاث ما عنديش، أربعة اللي هي الإي حسب الأرقام، خمسة في عندي خمسة هون، نعم الجي، والستة هي الاتش، والسبعة الاي، وثمانية البي، رقم ثمانية شو بيجي وراه هون اللي هي الـ14 بس ضلت يعني اللي هي الاف. فلاحظ الآن، لاحظ الآن لو قلت لك الباث من الدي للاف، يعني الآن قبل ما أصل الاف وين مشيت؟ طلع كنت بالدي، بعدين وين رحنا على سي، بعدين ذهبنا الى الاي، بعدين على الجي، بعدين على الاتش، بعدين على الاي، بعدين على البي، بعدين على الاف. هذا الان المسار اللي مشينا فيه لحد بالاخير ما وصلنا لمين؟ للاف. وحكيت لك هذا يسمى بلايند سيرش او البحث الاعمى، لانه الان ممكن طالب يقول لي دكتور ليش ما ذهبنا من دي للاف مباشره؟ بقول لك هذا يسمى بلايند سيرش، هذا المسار اللي بدي يمشي فيه. لو مثلا بدي اشوف من الدي للبي، من الدي للبي بين يعني الباث بين الدي والبي، هاي البي طبعا معناها هو اول شيء ذهب من الدي ثم سي ثم الاي ثم للجي ثم للاتش ثم للاي ثم للبي. فالترتيب هذا اللي امامك هذا الان بيعطيك الفيزيتد اوردر او الباث بتوين الدي او اند اني اذر نود، يعني بيعطيني بين الدي والسي، بين الدي والاي، بين الدي والجي، بين الدي والاتش. هذا كله امامك. الان لو بدي اطلع الان الباث بحيث يبدا من السي، بدي خلاص الغي كل الحل هذا وابدا من السي، يعني احل سؤال من جديد ابدا من السي، او مثلا من لو من بي مثلا او السي، وابدا حل كانه في عندي سؤال جديد كومبليتلي. فالآن هذا هو بالنسبة للدبث فير سيرش وكيف بيشتغل. وأكيد في الامتحان النهائي راح يجيك جراف زي هيك ويطلب منك طلع الستارت تايم وطلع الفينش تايم، جيف ذا فيزيتد نود اوردر بالطريقة اللي أنت شايفها. وإذا قلت لك وات إز ذا باث الآن بيزد أون دبث فير سيرش بتوين الدي والإتش، دي والإتش، بتقول لي طبعا هاي دي وهي الاتش. فالجواب بتاعك راح يكون، جوابك راح يكون دي سي اي جي اتش، لانه هنا في الشكل الاخير هذا
أعطانا الباث أو الـ visited order between الـ D اللي احنا بدأنا فيها و and any other vertex in the graph. الآن أعزائي الطلبة سننتقل إلى القسم الآخر من المحاضرة وهو Breadth First Search. طبعا لا يذكر Depth First Search إلا يذكر معه دائما Breadth First Search، وزي ما حكينا في بداية المحاضرة هذول عبارة عن Graphs Traversal أو Graphs Searching. الآن بدنا نبدأ لبداية المحاضرة. إذا احنا كنا هون، الآن ما هي الـ idea behind breadth first search؟ نفس الأفكار اللي حكيناها بالدبث اللي بنحكيها هون، اللهم الآن بطريق فقط الفرق بينهما بطريقة المسير. هذا يقوم بالعمل ليفل باي ليفل، والديبث فيرست سيرش بيشتغل ديبث باي ديبث. هنا ليفل باي ليفل يعني بتحرك، الآن سنرى في السلايد القادم. وطبعا نفس الأفكار، إذا وصلنا عند ديد فيرتكس أو ديد إند بنرجع للخلف بحيث نكمل في الليفل اللي بعديه. والإبليمنتيشن البريدث فير سيرش اللي هو البي اف اس بيتم عبر الكيو، ولكن الدي اف اس بيتم عبر الستاك. فلاحظ هذا هو الآن كيف بيشتغل البي اف اس. هاي طبعا روت، وحكينا الروت هي عبارة عن سبيشال كيس من الجراف. بدأ الآن من هنا، الآن سيبدأ بزيارة الـ vertices، بنسميها الآن level by level. يعني لو هذا level 1 بس ينهي، يبدأ بزيارة الـ level الثاني ثم الثالث ثم الرابع إلى أن يصل إلى الـ vertex المراد الوصول إليها. الآن هذا الالجوريثم الخاص بالـ PFS اللي هو الـ Breadth First Search، لاحظ في الانبوت معطيني الجراف على شكل ليست اللي adjacency list، وهاي الفيرتكس اللي بدي أبدأ فيها اللي بنسميها الآن السورس فيرتكس. وبدأ الآن عمل initialize للكيو، وأضاف طبعا عمل مارك للفي اللي بدأنا فيها زي ما كنا نعمل صح احنا على الرسم قبل قليل، وبعدين اضافها ان كيو، اعملها اضافه داخل الكيو. انتم بتعرفوا الكيو في تو اوبريشنز برضو، اني اضيف واحذف اللي هي ان كيو والدي كيو، وبلش يعمل مع الفيرتيسيز الى ان تصبح الكيو امتي. بالاخير الكومبلكسيتي لهذا البي اف اس هي او size of v زائد size of e، نفس الكلام اللي حكيناه بالدي اف اس نفسه. والان اذا كانت الجراف ممثله عن طريق الماتريكس بيكون الكومبلكسيتي او اوف في تربيع. الان سنبدا باكزامبل، نفس الاكزامبل اللي درسناه بالدي اف اس الان بدنا ندرسه بالبي اف اس اللي هي البريدث فير سيرش. ويقول لي apply the BFS algorithm إلى هذه الجراف، وابدأ برضو ابدأ من عند الدي. لاحظ هاي البداية اللي بدي ابدأ فيها، وبقول لي الآن احسب لنا الديسكفر تايم أو الستارت تايم.
for each vertex. لاحظ هنا ما طلبش مني الفينش تايم. لماذا؟ لأن الفينش تايم في الـ PFS ليس له أي تطبيق عملي، على عكس الفينش تايم في الـ DFS. هناك العديد من التطبيقات والألغوريثمز، وراح ندرس أحدهما في المحاضرة القادمة، تحتاج إلى الفينش تايم الذي يخرج من الـ DFS. أما الـ PFS ما فيش الآن ولا تطبيق ممكن نستخدمه ويكون بحاجة إلى الفينيش تايم. طبعا الملاحظة الأخيرة اللي مكتوبة Always visit adjacent nodes in alphabetical order. هاي بجوز الآن فهمناها، إنه إذا كان عندك أكثر من خيار فبنختار حسب الالفابيتيكال أوردر. والآن سنبدأ بحل المثال step by step. إذا هذا الجراف اللي أمامكم أعزائي الطلبة، والآن نريد أن نطبق الـ PFS algorithm for this graph. أول شيء أحتاجه أن يكون لدي الكيو اللي بدي أشتغل فيها. شوف في الـ DFS اشتغلنا في ستاك، وبدنا الآن التيبل اللي بدنا نخزن فيه أو نكتب فيه الديسكفري تايم، وما عنديش طبعاً الفينش تايم. الآن راح نبدأ في الدي هاي مارك، والآن نضيفها على الكيو ونعطيها الآن ستارت تايم رقم 1. الآن children طبعا تنساش هذا، قلنا 1. الآن children خلني بالله أكتب هون 1 2 3 4 5 6 7. الآن children الدي أو من الدي إلى أين يمكن أن أنتقل؟ في معي خيارات السي والاف والاي. هلا في الدبث او في الدي اف اس كنا نختار احدهم فقط. الان لا، الان اقوم بكتابه جميع الفيرتيسيز التي يمكن ان اصلها من دي. اذا من الدي ساذهب، ممكن اذهب الى السي او الاف او الاي، وبذكرهم هنا الآن. حس طبعا خلاص هاي الآن تحذف، بدناش إياها. الآن منضيف هون السي حسب الترتيب الألفابيتيكال، ثم الإي ثم الأف. الآن السي بتأخذ تايم 2، الإي تايم 3، الأف تايم 4. الآن نأتي إلى السي. شوف كيف أنا ماشي بالكيو، لأنه الحذف بتم من أقصى اليسار والإضافة على اليمين. الآن بنحذف السي. شوف السي بس حذفناها، ما ضفناش شيء اسمه فينش تايم لأنه بدناش شيء اسمه فينش تايم. الآن بس حذفنا السي، نقول الآن من السي أين يمكن أن أذهب؟ ما في عندي مكان، فخلاص الآن تحذف بدون أي تأثير. طبعا تنساش هاي الصح تاعها. الآن بالنسبة عنا الآن، وطبعا هاي الأف نضفناهم قبل قليل ونسينا نحط الصح. الآن نأتي إلى الإي، هذه الإي نقوم بحذفها من هنا. والآن نسأل سؤال، من الإي أين يمكن أن أذهب؟ معي الجي فقط، معي الجي. إذا منضيفه هنا في النهاية الجي، ورقمها كم؟ 5. والآن نعطيها الصح. والآن نعود إلى من؟ إلى الأف. هل من الأف
أين يمكن أن أذهب؟ ما عنديش غير سي، والسي أصلا ما لها visited، إذا تحذف الأف ريموف. الآن صرنا عند الجي، من الجي أين يمكن أن أذهب؟ ما فيش أمامي إلا الاتش بس، إذا نحط عليها صح ونقوم بإضافتها هنا الاتش، ونحذف الجي لأنه خلاص ما دام حطينا التشيلدرن اللي خاصين في فيها، ونعطيها الآن رقم 6. الآن من الاتش أين يمكن أن أذهب؟ شوف بس نسأل السؤال، بنقول من الاتش بتلغيها من هون مباشرة، وممكن أن تذهب إلى الـ A والـ B، فبنضيفهم الآن هون بالترتيب، الـ A أولا والـ B ثانيا. هذه 7 وهذه 8، ونضع هنا صح وهنا صح. الآن بنكمل من الـ A، أين يمكن أن أذهب؟ أذهب إلى البي، والبي أصلا عليها صح فتحذف الـ A، والبي هي ديد نود. فالآن بتلاحظ ملاحظة، فأنا كما ترى انتهينا من البي اف اس، وزي ما حكيت لك الآن هي فكرتها بسيطة، عندما تقوم بإضافة الفيرتكس على الكيو بتعطيها الستارت تايم، بتضيف اول تشيلدرن للفيرتكس مع بعض، بترتبهم حسب الترتيب الابجدي وبتضيفهم دفعة واحدة في الكيو. الآن في النهاية اللي بدنا نحصل عليه اللي هو الفيزيتد اوردر او الفيزيتد نود اوردر. الان هون الان كما تعودنا في الدي اف اس، الان بنرتبهم هون حسب ظهورهم بالديسكفري تايم. اول شيء راح تكون الدي اللي هي رقم 1، وبعدين السي، وبعدين الاي رقم 3، وبعدين الاف رقم 4، وبعدين الجي رقم 5، و6 للاتش، و7 للاي، و8 للبي. فالان لو سالتك في الامتحان بعد ما خلصت الان، انه الان اعطاني بين الدي وبين بقيه الفيرتيسيز، لو قلت لك ليست اول فيزيتد نودز from D to G. هلا بدك تجاوب على هذا السؤال فقط، هاي بتيجي من الدي وبضلك ماشي لوين؟ لعند الجي. فالجواب راح يكون دي و سي و اي و اف و جي، بين دي و اي، بين دي و اتش، بين دي و اي، بين دي و بي. يعني هون لازم تكون البداية دي، لأنه احنا اشتغلنا وبدأنا من الدي. إلى هنا أعزائي الطلبة أنهي هذه المحاضرة، إلى لقاء قادم في محاضرة قادمة. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.